قاعدة أتحضر حق المعرض بعد شوي. كل شيء جبته إلا الفاونديشن. أكو أحد ينسى الفاونديشن؟ أنا نسيت الفاونديشن. وصلنا رجعت سالفة الفاونديشن بعدين أقول لكم شلون. المهم إني أنا الحين في معرض الكتاب الدولي في الشارجة. إيدي كتيب بالفعاليات الثقافية الخاصة بالمعرض. الأسماء اللي موجودة ما شاء الله مرعبة. كبار الشخصيات الأدبية والثقافية. الكتاب في الشارجة. طبعا معاكم انضم الإماراتية عفرة الشيبة خريجة جامعة الزاير، ونستضيف المتألقة اليوم غنية عن هذه الأجواء الحلوة. يعني العادة الفكرة مأخوذة عن معرض الكتاب إن كتب تصطف والناس تفتر، لكن اللي قاعد أشوفه اليوم التحقت بكثير من القنوات التلفزيونية، مارست حب حياتي اللي أعتبره هو الإعلام من خلال تلفزيون دبي، من خلال متى بالله تفهمني رجيت بس تحس فيني تعب أدور بعينك وألقى بس بداية إنسان إذا فعلا مثل ما أنت تقول بجد شاري معرض الكتاب في الشارجة. فوتو بوث نبي نصور، يلا ليتس دو ذات. اوكي الاجواء عجيبه، ما حسيت انه معرض كتاب، يعني الاكتيفيتيز اللي موجوده فيه شيء شبابي وفرش وحلو. أنا أعشق أحمد الشقيري، إنسان بفكر يسوى بلد. دراسة تحليلية في شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الهيان. وابوي هاي أبي أبي أبا 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 مو أبي. ثلاثين وصفة بالنوتيلا، كتاب وصفات بالنوتيلا. عجيب. This is the comic cave. معرض الكتاب الدولي بالشارجة. يشوق. هذا بوث. شو شكله؟ عن البيئة. عندنا الكعب العالي. والحين I'm ready to go home. خلصنا معرض الكتاب في الشارجة. From the fast track. اليوم لازم ننام بالكويت.
قمة شعري، طيرت العطاطيب اللي كانوا تحت، انتو بعيد ما انت اسول سنابات توصل ما توصل. والله بروح معرض الكتاب وما عندي فاونديشن، فسويت مكياج عيوني وحواجبي وسويت حطيت الحمرة وطلعت، قلت يمكن على الدرب اذا لقيت لي صيدلية ولا محل ميك اب اشتري لي فاونديشن. الفيلم ان كل الصيدليات اللي لقيتها ما عندهم، تخيل عندهم رموش ما عندهم فاونديشن. ولا اطيح على صالون متسنكح، الصالون اللي من برا تسمعون صوت الرح الاستشوار وتشمون ريحة عطبة وتشوفون دخان زيت. يعني أنا مستعيلة ومو وقت أروح أدور صالون مرتب، هذا اللي لقيته بوجهي. دشيت الصالون ولا في معلمة قاعدة. واحدة من الجنسيات الآسيوية ما شاء الله حجمها كبير، قاعدة تشيل تكية لو مشغلة أغاني لبنانية. أقول لها مدام أنا مستعيلة بروح معرض الكتاب وناس الفاونديشن، كان تقول لي do you wanna do makeup I can do your makeup. قلت لها يرحم أمك لا أنا عدتي معاي I can do my makeup بس عطيني foundation. كان تقول لي one minute. راحت ما أدري وين راحت داخل، قلت شيء شوية غطت لها يمكن 10 دقائق، ما أدري من وين جابت foundation. foundationات اللي جابتهم أول مرة أشوفهم. جزاها الله خير جابت لي foundation ورجعت وجهي شوية، الحمد لله أحسن من ولا شيء. الحين في مشكلة بسنابي، الحين في ناس مو قادرة تشوف سناباتي إلا لما تحذف الأكاونت وترد تضيفني مرة ثانية، وأنا بديت أمل صراحة. المهم إني بعطي هالأكاونت بعد 48 ساعة يومين، قاعدة نحل سالفته، يا أضطر أستخدم أكاونتي الثاني الاحتياطي والله يعوضني. فإذا فقدت الأمل من أكاونتي هذا أكاونتي الاحتياطي راح ننزل فيه سنابات إن شاء الله، يعني إذا ما تصلح حال هذا لأن مشاكل كثرت.